على التليفون الفنان عمر عمر سعيد. السعيد، وده طبعا فنان شاب وصاعد، واشترك في مسلسل الحصان الأسود اللي كان في رمضان اللي فات مع الفنان الكبير أحمد السقا. عمر، مساء الخير. ازيك يا استاذ عمرو؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ازاي اخبارك؟ ازيك كله حضرتك؟ تمام؟ ازيك يا ميدو؟ حبيب قلبي يا عمر. حبيبي عامل ايه؟ انت ماسك الحمد سفر لله عند يا حبيبي، فتاة تمام. الجريني ده، انا عايز اتصور معاه يا ابني، ده انا بحبه. ما اعرفش الموضوع ده والله العظيم. حبيبي عمر، انت برضو من مستخدمي السوشيال ميديا ومن النشطين على السوشيال ميديا؟ جدا. لا، انستجرام. يعني حسب ما يعني ميدو في، لان انا لسه شغال مع ميدو، احنا تقريبا بقالنا سنة أو تمام. أقل شوية. قبل كده لا خالص الصراحة، يعني يمكن الشغل معاه هو طول الوقت عايزين نعمل، عايزين ننزل، روح اتصور، تحس إن هو راكب فوق دماغي، عرفت الناس دي؟ فده اللي خلاني ممكن أبقى نشيط شوية على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة. طب ده كويس جدا. طيب بعد المسلسل عدد المتابعين بتوعك بقى كام؟ لا زادوا مع المسلسل وكده، زادوا. وبعدين هو ميدو بيعمل، كان بيقعد يقطع بقى المشاهد والناس تعمل لها بوست وبتاع، فده كان شيء كويس يعني، وآراء الناس عامة على المسلسل أو على الشغل عامة، تمام. فده ده بيبان من السوشيال ميديا يعني. عندك كم متابع دلوقتي؟ في إيه بالظبط؟ في انستجرام، في انستجرام تقريبا 200,000، تمام، و على الفيس، لا فيسبوك ايه؟ على الفيسبوك تقريبا زيهم او اقل منهم، حاجه 10 نفس الرينج، 190 نفس حاجه الرينج. كده. طيب بعد ما عمر مسك الصفحات بتاعتك زادوا بنسبة قد ايه؟ لا، ما هم ده كده زادوا، ده انا اصلا ما كنتش بنزل حاجه في الاول يعني، انا لسه بحكي لك، بقول لك ولا واشتغل واعمل مسلسلات وافلام والروح وبتاع، ولا عمر من وجع الناس دماغي اللي ما خالص كانتش الحته دي، مركزة في السوشيال ما ميديا كانش خالص. مركز، ما كانش خالص. ابتدى يعمل ده لما حصل ما بيني وما بينه، قعدنا مع بعض واتفقنا على سيستم نمشي بيه عشان وبعدين نبتدي مسكنا في نزيد. خناقه بعض بعديها من طيب كتر ما انا ما بعملش حاجه. ايوه. طيب وبعدين مين اللي راح وبعدين للتاني؟ انت اللي رحت انا لميدو؟ لا انا 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 لا لا انا اللي رحت له طبعا. لا، ميدو معروف يعني، ميدو معروف. وبعدين انا كمان عارفه، لان انا عارف، كنت شايف دره لسه بتتكلم، وانا اعرف دره كويس، وعارف ان هو عامل معاه شغل كمان كويس قوي يعني. انا حتى قابلته مره مع دره من فتره، فانا كنت عارفه، بس ما كناش اشتغلنا مع بعض. ليا الشرف يا حبيبي ان انا معاك والله. الله يكرمك، الله يكرمك، سجل لك الكلمتين دول انا. انتوا حبيبي شكلكم عمر. كده في مشاغبات بينكم وبين لا عمر، بعض. انا بحبه اكيد على في المستوى مشاغبات. الشخصي جدا، ومن اكتر الناس اللي ممكن انا بيبقى عندي مشكله شخصيه بتصل بيه بالتليفون ادردش معاه اتكلم معاه. خلاص انا هعمل لك فولو النهارده يا عمر على الفيس. ما ده شرف ليا والله. حبيبي تسلم. ماشي. تسلم. طيب انا بتمنى لك التوفيق يا عمر، وان شاء الله تسعدنا مش بس على السوشيال ميديا، على الشاشه كمان يا رب يا باذن رب. الله. شكرا شكرا لحضرتك. جزيلا الفنان الشاب عمر السعيد، وطبعا من ضمن الناس اللي بتتعامل مع ميدو حلمي.